اعلم أن نعم الدنيا يعطيها الله جل وعز شأنه للمؤمن وللكافر على يعني على مستوى واحد وعلى سين، ولربما يعطي الكافر أكثر من المؤمن في الدنيا، لربما، لأن الدنيا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو كانت الدنيا تسوى عند الله جناح أو تزن عند الله جناح بعوضة ما سقى عليها من كافر شربة ماء. تصور، فالدنيا عند الله ليست مناط الكرامة، الدنيا عند الله جل وعز شانه ليست مناط الكرامة. مناط الكرامة أين؟ في اليوم الآخر في الجنة. لكن الدنيا هذه عبارة عن ممر للدار الآخرة، فيعطي هذا وهذا من زاده حتى يأتيه الموت، فيعطي الكافر ما يكفيه حتى يصل للموت، ويعطي المؤمن أيضا كذلك، حتى أن الله عز وجل ماذا يقول: ولولا يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا. فالشاهد ماذا من هذه الآية؟ أن الله عز وجل لولا أن يكون الناس على أمة واحدة في الكفر لبسط للكفار الرزق. فلهذا النعم ليست مناط كرامة، ضع هذه دائما في عقلك، أن الله عز وجل إذا وسع العبد ليس أنه يحبه، ليس أنه يحبه، فقد بسط لفرعون ملك مصر، وأعطى لقارون ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة، وبسط لهامان الجند، وبسط لنمرود الملك، فليست مناط الكرامة، وأعطى ما أعطى لأبي جهل ولأبي لهب. إذن الدنيا عبارة عن ممر، فلا تنظر على أنها أو نعم الدنيا أن الله عز وجل يحب فلان أو يبغض فلان، والعياذ بالله، على حسب النعم. النبي عليه الصلاة والسلام خير البشر، يخرج من بيته بسبب الجوع صلوات ربي وسلامه عليه، يموت عليه الصلاة والسلام ويترك من خلفه 7 دراهم صلوات ربي وسلامه عليه، وهو ماذا؟ خير البشر صلى الله عليه وآله وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام ما شبع يومين متتاليين من خبز شعير صلوات ربي وسلامه عليه. يمر الهلال، تقول عائشة: والهلال والهلال وما أوقد نار في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو ماذا؟ وهو خير البشر. إذن ليست الدنيا مناط كرامة. عمر رضي الله تعالى عن يوم من الأيام رأى جابر يوم من الأيام يمشي في السوق، فرأى لحما فاشتهاه فاشتراه. قال عمر رضي الله تعالى عنه لجابر: ما هذا؟ قال: يا أمير المؤمنين، اشتهيته فاشتريته. ماذا قال عمر؟ أو كلما اشتهيت اشتريت؟ أو كلما اشتهيت اشتريت؟ وجاء رواية عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه قال: من السرف ومن الإسراف. يقول عمر: من الإسراف أن تشتهي ما تشتري، أو أن تشتري ما تشتهي. قال عمر رضي الله تعالى عنه: من الإسراف أن تشتري ما تشتهي. إذن النعم هذه التي يبسطها الله جل وعز ليست مناط كرامة. انظر لسبأ: لقد كان لسبأ في مسكنهم آية، جنتان عن يمين وشمال، كلوا من رزق ربكم واشكروا له. ماذا فعل الله جل وعز شانه بهم؟ قال: فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم، وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل، ذلك جزناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور. أعرضوا لأنهم أعرضوا. فإذا الدنيا ليست مناط الكرامة أبدا. عاد لما رأوا سحابا عارضا يستقبل أوديتهم، فلما رأوه قالوا: هذا عارض ممطرنا. قال تعالى: بل هو ما استعجلتم به، ريح فيها عذاب أليم. إذا دائما ضع في عقلك أن الله جل وعز شأنه إذا بسط الرزق ليس دلالة الحب، وإذا قدر الرزق ليس دلالة الكر، إنما الله عز وجل يعلم أين يضع رزقه جل وعز شأنه، أين يضع النعم، بيد من. فإذا حرمت من النعمة اعلم أن الله جل وعز شأنه يريد بك خيرا. فكم من رجل بسط الله له النعم فهلك في العصيان، وكم من رجل منع من النعم فكان في سبب طاعته واستقامته. لهذا العلماء كانوا يفضلون الفقير الصابر على الغني الشاكر، كما جاء في الحديث: يأتي فقراء المهاجرين، أول من يدخل الجنة فقراء المهاجرين. فتقول لهم الملائكة: هل حسبتم؟ فقالوا: يا رب، على أي شيء نحاسب؟ سيوفنا على عتاقنا. فيدخلون الجنة، فالفقراء يسبقون الأغنياء لدخول الجنة. لهذا العلماء فضلوا الفقراء على الأغنياء، واختلفوا هل الفقير الصابر أعظم أجرا من الغني الشاكر
أسأل الله الذي لا إله إلا هو أن يجعلنا وإياكم من الصابرين ويمن علينا بتقبل الصيام والقيام، إنه مولى ذلك والقادر عليه. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.